رايزنج ستار معنا لليوم، عازف فيولين وكمان مؤلف موسيقي، وبتصور اخذ هالآلة الفيولون ابعد ما نحن بنعرفها عاده بالطريقه التقليديه. اهلا وسهلا فيك ابو ديمتريان. ثانك يو. ليش الكتريك فيولين وشو الفرق بينه وبين الكلاسيكال؟ هلا اول شغله اللي لازم نفهم من الفيولون الكتريك انه بتتفسر عن الفيولون الاكوستيك، باول تاليا فينا نزيد اصوات على الفيولون الكتريك. هاي اول شغله. ومن ناحيه ثانيه الاكوستيك الفيولون اللي عم بدق فيه في عنده 5 اوتار، الفيولون الاكوستيك عاده بيكون فيه 4 اوتار. فا كمان في شغله ثانيه، وتبدا على الفيولون الكتريك فيني استعمل افكتس، ومن ناحيه ثانيه فيني سجل على اللوب بيدل، زيد اصوات، زيد كمان لايرز على الفيولون، واعمل اوركستريشن كامل مع البيدل اللي عم يعني بيسمعه. عم تستعمل يعني مش بس موسيقي ولكن التكنولوجيا بالنسبه لك عم تلعب فيها لعب كمان. أكيد. مش بس الفيولونات مثل ما رح نشوف بعد شوي بالفيديو كليب. نعم. قد ايه الفيولون بالنسبه لك عم يكون مش رح اقول هين، ولكن عم يكون فعلا عم تقدر تلعب فيه مثل ما بدك، ومثل ما قلت لي فاذا في اوقات 7 فيولون بيكونوا عم يلعبوا بنفس المقطوعه. هلا اكيد وقت سجلنا الالبوم، هلا يمكن نحكي فيها بعد شوي، وقت سجلنا الالبوم بنيويورك كان في Birth from Division يعني اول البوم ولا هيدا Birth from Division was with my previous band مع Arcane. اوكي. هلا اشتغلنا على البوم فاذا هلا عم نشتغل على البوم، سجلت البوم باسمي افو دي ماجون. الالبوم اسمه Episodes، سجلته بنيويورك وبدي اعمل لونشينج لونش تبع الالبوم on the 15th of April، وحنعمل كونسير بلبنان. وين راح يكون؟ حيكون بدم كوستيل ببيروت على البحريه. والهدف الكونسير مش بس انه نعمل لونشينج للالبوم، عم نشجع جمعيه خيريه اسمها اي جي بي يو، هي بتساعد الارمن بلبنان وكمان برات لبنان. وين درست فيولون ابو؟ بلشت انا وكان عمري 5 سنين. صراحه انا وكنت صغير كنت بكره الفيولون، بي كان عم يخلني على الكونسيرفاتوار، كنت عم بحكي كنت عم ببكي وانا بروح على الصوف. ودقيت 10 سنين كلاسيك، وقفت. انا دائما كنت بدي اكون روك ستار، وبلشت الجيتار الكتريك. بعد سنه قلت انه ديانا على 10 سنين تمرنت وتعذبت بالفيولون، فعملت كومبرومي اذا بدك بين الفيولون الكتريك والفيولون والجيتار الكتريك. بلشت الفيولون الكتريك، ومن وقتها عم بألف موسيقى وعم بدي فيولون الكتريك. بس من اصعب الالات الفيولون. يمكن ايه. لا صراحه من لهلا عم بتعذب بالفيولون، عم بتعلم it's challenging. Yes. It is very challenging. رح نشوف الفيديو كليب ونرجع نحكي معك اكثر. Thank you.
ياخذك غير مطرح هالموسيقى. اول شيء شو نوع الموسيقى اللي عم نسمعها؟ هذا هدفي بالموسيقى. شو نوع الموسيقى اللي عم نسمعها؟ صراحه ما لها اسم، انا بسميها سيمفونيك ميلوديك بروجريسيف ميوزك. اذا بدك اتس هي عم جمع الكلاسيك، التكنيك الكلاسيك اللي عندي مع الروك. هي قريبه كثير عن الساوند تراك، يعني الميوزك تبع الموفيز اذا بدك. او اخبرنا بس شوي عن فيديو كليب، تصوير، انتاج، اخراج. هلا التصوير كان بلبنان بشركه اسمها دامكو ستيل. كان هلكنا صراحه 15 ساعه تصوير. اول هذا فيديو كليب كثير حلو، مبين انه مشغول كثير. كان الشركه اللي عامله التصوير اسمها جلوبال فيلمز، دايركتور لليو تي سي عطار، وجبنا دي او بي من انجلترا. دي او بي يعني دايركتور فوتوغرافي، الشخص اللي على الكاميرا هو الدي او بي تبع بيورك. يعني اتس كايند اوف ا بيج ديل اند واز جريت اكسبوجر، واز ا جريت اكسبيرينس. تسلينا كثير بالسيت وطلع هيدي كانت النتيجه تبع التصوير. البوم نحن ناطرينه كمان، عم تشتغل عليه ابو. هلا صرنا ناطرينه اكثر بعد ما حضرنا الفيديو. شو هو الالبوم؟ شو رح يكون؟ الالبوم حيكون سبع اغاني اللي كتبتهم انا، صار لي ست سنين عم اشتغل على البروجي. سبع اغاني او سبع مقطوعات موسيقيه؟ سبع. هلا مش اغاني، في ليركس يعني. ثانك يو فور كوركتينج مي. هي ذي ار ارينجمنتس منهم اغاني مثل ما عم تقولي، وثانك يو فور كوركتينج مي. اند اذا بدك ما حفوت كثير بالتفاصيل تبع الالبوم، بس كل غنيه عم بتفسر عمر معين بالحياه. اي ام ديفان الفيديو كليب اللي شفتي هي بتمثل العشرينات والثلاثينات، وسميتها اي ام ديفان لانه شخص بيحس حاله كثير قوي وما في شيء بيوقف قدامه. أول مرة أهلا وسهلا فيك. نرجع عم نذكر، فإذن ب 15 أفريل في حيكون في عندنا كونسير بدامكو ستيل، وكل الكولكشن حيروح لجامعة الجمعية الخيرية اي جي بي يو، هي بتساعد الأرمن وبلبنان وكمان ببلد لبنان. ونحن بهالوقت رح نكون سمعنا موسيقى رائعة مع آلات موسيقية رائعة، وطبعا في باند كاملة معك. أهلا وسهلا فيك. ثانك يو فيري ماتش. يا هلا. وقفي هلا ومنكون من بعدها مع وول أوف فيم. اليوم وول أوف فيم بيستقبل أستاذ جابرييل يمين، خليكم معنا.